أكدت مساعدة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي مونيكا ويليام أن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لا سيما ما بين الجنسين. أضافت مونيكا ويليام خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري بأن الحكومة عملت أيضا على دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وذلك من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص. في إجراءات كتيرة الحكومة المصرية اتخذتها علشان تضمن أنه يحصل بما يكفل تكافؤ الفرص، بس مبدأ تكافؤ الفرص في الحقيقة هو كبير وواسع، مظلته واسعة. هو احنا بنتكلم عن المساواة بين الجنسين، ده عنصر من العناصر، بالإضافة إلى أن احنا محتاجين أن احنا في تدخلات تنموية تحصل في كل مصر، سواء على يعني بما يتساوى بين المناطق الحدودية والمناطق النائية، وكذلك بمتدخلات بتتساوى مع اللي بتحصل في المركز والعاصمة في القاهرة. عايزين ان كمان يحصل ادماج لذوي الاعاقة، لكن مع كل ان مبدأ تكافؤ الفرص هي مظلته واسعة، احنا كنا بنركز خلال الفترة اللي فاتت والزخم كله كان بيشتغل على المساواة بين الجنسين. المساواة بين الجنسين الدولة المصرية خدت فيه إجراءات، وزارة التخطيط يعني ضمنت إطار مؤسسي معني بتنفيذ المساواة بين الجنسين، إن هي أصدرت قرار إن في كل الجهات الحكومية يكون في وحدة بتكافئ الفرص بين الجنسين وبتضمن المساواة بين الرجل والمرأة.